السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناتي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفه كتجي لذيذه ورائعه، طاجين ديال الدجاج بالخضر. ما غاديش نطول عليكم، نبداو على بركه الله. طريقه التحضير: بالنسبه للدجاج عندي ديجا مغسول نقي، غسلته دائما. انا كنغسل الدجاج ديالي دائما كنحك سكنجبير خضر وكندير عليه الحامض سيترون، كنعصرو عليه وكنرقدو مزيان تقريبا 3 حتى 4 ساعات. اللي بغى يدير حتى ليله كامله ولا غدا يغسلو مزيان ويقطرو تينشف ويديرو في الثلاجه فوقاش ما بغى يستعملو يستعملو. المهم هذه هي الطريقه ديال الغسل ديال الدجاج ديالي والترقد. بالنسبه غادي نحتاجو بصله كامله، غادي نوضعها في الطاجين ديالي. غادي نستعملو زيت العود، غادي نشحر البصلة ديالي. بسم الله، ما غاديش نديرها كلها، غادي نخلي واحد شوية. انتما كما كتشوفوا ما غادي ندير لا ملح لا ابزار لا والو، غير على ما تشحر تسوي شوية. ندوزو الطريقة ديال كيفاش غادي نشرملو الدجاج ديالنا. هنا عندي غادي ندير على حسب، انا ما نقدرش نقول لكم معلقة ولا، على حسب الكمية اللي غادي تحتاجو ديال الدجاج. انا غادي ندير عيني ميزاني، كندير نص معلقة ديال الابزار. سكنجبير مزيان في الدجاج كيجي لذيذ ورائع، نديرو حتى معلقة معلقة عامرة. وكندير شويه ديال الخرقوم ايضا، الخرقوم زوين رائع، راه كيجي في الطياب لذيذ جدا. وغادي نحك واحد جوج دريسات ديال الثومه. كما كتشوفوا وغادي ناخذ واحد شويه ديال وغادي نديرو الملحه علينا ميزاننا باش كنشرملو الدجاج ديالنا. وغادي ناخذ شويه ديال الماء باش نخلط داك لي زيبيس العطريه ديالنا. وغادي نبدا كنشرمل في الدجاج ديالي. نغمروه مزيان، يلا دير. هانتوما البصله ديالي كتشحر، ما غاديش تشحر بزاف لان غادي نديروها مع الدجاج، غادي تزيد تشحر. غادي ناخذ نبدا هانتوما من بعد ما شرملتو مزيان وخلطتو، بغيتو تخليو نتوما واحد ساعتين د المكانه حتى زعما ياخذ ديك الشرموله ديالو مزيان ديروه، ما بغيتوش يمكن لكم تستعملوه في نفس الوقت. المهم غادي نجي غادي ندير نبداو كما كتشوفوا على نار مهيله. دائما ديروا خصوص الماكله في الطاجين كتجي على نار مهيله زوينه. غادي نجيو ونبداو في تستاف الخضراء ديالنا، لان غادي تطيب الخضراء مباشره مع الدجاج. انا الخضره اللي عندي هي اللي استعملت، عندكم الاختيار
في الخضره ديالكم اللي بغيتو تستعملوه اللي عندكم في الدار. نتوما على حساب كنديرو القرعه، انا كتعجبني القرعه غادي تبقى ماشيين بصف. نتوما كيجي طاجين رائع. وعلى حسب الكمية اللي عندكم الأشخاص يعني تستعملوا واش كتير ولا قليل. وهنايا غادي نزيدو البطاطس اللي هي كتكون دائما الفوق لأن كطيب هي دغيا. وغادي تجيبو، أنا عندي شوية ديال الجلبانة غادي نزيدو تا الجلبانة. وغادي تجيو تقطعو شوية ديال الكسبور كيجي رائع كيعطي ديك البنة في الطياب. وغادي تجيو ديرو حتى شويه ديال البصله ديك اللي بقات ليا من الفوق كتجي زوينه لان مع الخضره خصها تكون. شتيهم؟ وغادي نزيدو شويه ديال العطره لان الخضره خصها نزيدو شويه القدر. غادي نزيد شويه ديال الابزار وشويه ديال السكينجبير لان غير نص معلقه حيت ديجا درناها. وغادي نزيد شويه ديال الملحه عينينا ميزاننا. وغادي نخلط هذيك الشرمونه اللي بقات ليا. بغيتو تزيدوا المرق انا ما غاديش ندير بزاف المرقه. غادي ديرو هاد المرق غادي دوزوه على الطاجين كلو كيما كتشوفو. وراه يعني الخضرة كطلق الماء ديالها. بغيتو ديرو واحد الحار وهنايا هانتوما كما كتشوفوا درنا كلشي زدنا ديك المريقه بديك الشرموله ديالها. ودابا غادي ندير شويه د الزيت غادي ندوزو على الخضره زيت العود غير شويه ماشي بزاف. وعندنا هنايا الزيتون حتى يقرب يطيب لنا الطاجين ديالنا. وعاد غادي ندير الزيتون من الفوق على علم الزيتون الا كان عندكم مالح ديروه في ما سخون شويه باش يزول ديك الملوحه ديالو باش يجي مقاد الملوحه مع الطاجين. غادي نتلاقاو من دابا واحد ساعه وغادي تشوفوا الطاجين ديالنا كيفاش يعني طاب. ها
هانتوما من بعد ما طاب الطاجين ديالنا ساعه على نار مهيله، ديجا درت شويه الزيتون قبل ما غادي نطفي عليه بواحد 5 دقائق ولا 7 دقائق، درت الزيتون ديالي فوق الطاجين باش كيعطي واحد اللذه. وكما قلت لكم الزيتون الا كان مالح تدوزو في الماء سخون مزيان تيرقد واحد شويه واحد الساعه د المكانه وتيقطر، عاد كديرو في الطاجين باش كتجي ديك الملحه كما قلت لكم معادله مع الطاجين، ما كيعطيش ديك الملوحه. وهانتوما بالصحه والراحه، والطاجين ديالنا وجد. وإلا عجبتكم الوصفه ديروا جيم وبارطاجيو وفعلوا الجرس باش دائما يوصلوكم وصفات جديده ان شاء الله من عند بيت السعاده حسناء. وشكرا لكم وبالصحه والراحه.